السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الكشري المصري بتاع المحلات. بس النهاردة هنعمله في حلة واحدة، يعني مفيش مواعين كتير ولا بهدلة كتير، هي حلة هنعمل فيها كل حاجة. شايفين شكله جميل قد ايه؟ مفلفل وطعمه حلو قوي ومستوي، وبجد بجد في منتهى الجمال. ويا دوبك هي نص ساعة هتكوني خلصتي كل حاجة، ويا دوبك حلة واحدة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. في البداية عندنا بصل، وضروري يكون ابيض مقطعاه جوانح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. هضيف له معلقة من الملح ومعلقتين من النشا، واقلبه فيهم كويس قوي، وفكه كده من بعضه علشان يبقى جاهز ان احنا نحمره. يبقى ضروري يكون البصل ابيض لانه هيديكي نتيجة حلوة، هيبقى مقرمش معاكي جدا جدا. في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت، تمام، يعني حوالي كوباية زيت كده هنحطها، وننزل بقى البصل، مش هنملاها قوي علشان برضو البصل يبقى مظبوط في الحلة، ما يبقاش كتير على الزيت، يبقى بالشكل ده. وما تستكتريش الزيت لاننا هنعمل منه صلصة، وهنكمل كمان ونعمل بيه بقية الوصفة. البصل اتحمر هنرفعه على مناديل، ويفضل بقى انك انت تفردي البصل بعيد عن بعضه، ما يبقاش فوق بعضه عشان ما يطريش بعضه، تمام. لونه حلو قوي، شكله جميل جدا، ومش قادرة اقولك هو مقرمش قد ايه. خلصنا، احط بقية البصل وحمره برضو في نفس الزيت، تمام. ولما يتحمر هنرفعه، ويبقى كده معانا الزيت بطعم البصل المتحمر. هنعمل ايه بقى؟ هبتدي اجيب حلة تانية صغيرة اللي هنعمل فيها الصلصة، لان طبعا الصلصة الوحيدة اللي هتتعمل في حلة تانية. وابتدي اخد من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، واحط بقى معلقة كبيرة من الثوم المفروم، واسيبها لما يبقى لونها ذهبي. وبعد ما يبقى لونها ذهبي هكون مجهزة معايا لتر من الطماطم المعصورة، ولو عندك قرن فلفل كمان اعصريه مع الطماطم، هيدي لها طعم حلو قوي، خصوصا لو فلفل احمر. ادي الطماطم، يبقى بعد ما الثوم احمر في الزيت مكان تحمير البصل، حطينا الطماطم بتاعتنا حوالي لتر من الطماطم، وهضيف لها بقى عندنا ايه؟ عندنا مكعب من المرقة، ملح، تمام، عشان يتسبك كده معاها. هحط كمان معلقة من السكر عشان يقلل لي من حموضة الطماطم ويدي طعم حلو للصلصة، وأحط معلقتين كبار صلصة عشان تحمر لون الصلصة بتاعت الكشري. تمام، كمون كمان، وفلفل أسود، وكزبرة ناشفة. كده هتبقى الصلصة معانا زي الفل، هايل. هنقلبها بقى ونسيبها تتسبك براحتها خالص خالص، ولما تتسبك نضيف لها كوباية مية مغلية، وكده تبقى جاهزة معانا الصلصة وزي الفل. على ما الصلصة تتسبك هيكون الكشري اتعمل واستوى. يلا بينا، مش هياخد في ايدينا ربع ساعة وهيكون مستوي. في البداية في نفس الزيت اللي احنا عملنا فيه البصل هحط كوباية من الشعرية، وقلبها لغاية ما تحمر. ممكن تكوني شايفة ان الزيت كتير شوية، بس ده علشان هنعمل فيه كل الكشري او كل المكونات مع بعض. يبقى حطينا الشعرية، ولما تاخد لون ذهبي فاتح كده على طول هنزل بالرز، برضو كوباية كبيرة من الرز، وقلب الرز مع الشعرية. عايزة الرز مع الشعرية، الرز كده يتحمص شوية من غير طبعا ما ياخد لون، بس يتقلب في الزيت السخن عشان يبقى مفلفل معايا اهو بالشكل ده. وبعدين جبت العدس اللي بجبة انا نقعاه ساعة في مية مغلية، يعني غليت مية كده وحطيته فيها ساعة، بقى يعتبر مستوي كده نص سوا. هضيفه للرز
والشعريه واشوحه برضو معاهم شويه. شايفين لغايه كده الدنيا سهله وبسيطه ومفيش اي مجهود ولا اي مواعين كتير، هي نفس الحله حتى اللي حمرنا فيها البصل بنفس الزيت. بعد كده هنضيف المكرونه الصغيره بتاعه الكشري، كيس من المكرونه الصغيره. طبعا انت بامكانك انك انت تقللي المقادير دي، المقادير دي هتعمل حله كبيره ما شاء الله تكفي اسره يعني كبيره. خلصنا خلاص قلبنا المكرونه، بعد كده هبتدي احط الميه المغليه، ولازم الميه المغليه تغطي لي المكونات بتاعتي بمقدار 2 سنتي، تبقى الميه اعلى من المكونات دي كلها ب 2 سنتي. تمام اهو بالشكل ده هايل جدا. هبتدي بقى احط نص باكت من المكرونه الاسباجيتي وهوزعها على وش الحلة. تمام بالشكل ده. هنضيف الملح كمان الأول والكمون عشان نقلبه، هنرش رشة كمون أقلبهم كويس، وهنبدأ بقى بعد كده نروح حاطين المكرونة الاسباجيتي بالطول وبالعرض عشان ما يعجنوش مع بعض، وغطي وسيب الحلة بتاعتنا أو الكشري بتاعنا على نار عالية يتشرب شوية، وبعد كده هفتح هدي تقليبة وهدي النار تماما علشان كل المكونات تستوي وتبقى زي الفل. شايفين تحفة، ولا لازق ولا شايط ولا أي حاجة خالص. هنهدي بقى النار خالص خالص، هو تشرب اهو تمام التمام، نهدي بقى ونغطي ونسيبه يستوي 10 دقايق كمان، هتلاقيه استوى وبقى زي الفل. على ما يستوي تعالوا نعمل دقة سريعة كده في طاسة كده، هحط شوية مية يعني كوباية مية عليهم معلقة ثوم مفروم، معلقة فلفل مفروم، فلفل حامي بقى عشان يدي طعم حلو كده للدقة، وهضيف كمان الكمون معلقة كده من الكمون والكزبرة الناشفة معلقة كمان والملح طبعا هايل، وهنحط زي ما حطينا كوباية مية نحط كوباية خل، وأعصر كمان ليمونتين علشان ناخد طعم حلو جدا جدا، وكده هيبقى معاكي دقة أحلى من أحلى محل كشري زي الفل. يلا بينا بقى بعد ما غليت نرفعها من على النار ونحطها في بولة تبقى جاهزة على السفرة اللي عايز يحط منها على طول. وتعالوا يلا نغرف الكشري الجميل بعد ما استوى، ما أخدش والله على النار ربع ساعة. شايفين الجمال، مفلفل شكله حلو قوي ولونه جميل جدا وكل حاجة فيه مستوية وطعمها في منتهى الجمال ومش معجن خالص. لو تلاحظوا ان احنا في البداية لما حمرنا الشعرية شوحنا كمان الرز كويس قوي عشان يطلع معانا مفلفل كده، والدنيا تمام وزي الفل وكل حاجة مستوية جدا وشكله روعة وريحته مش قادرة اقول لكم جميل قد ايه. الصلصة كمان اتسبكت هايل، وعندنا بقى البصل المقرمش وكمان الدقة والصلصة، وما ننساش الليمون في التقديم. بصوا البصل عامل ازاي مقرمش ازاي، تحفة جدا. يا رب يكون وصفة النهاردة نالت اعجابكم. عملنا الكشري في حلة واحدة، مش هياخد منك ولا وقت ولا مواعين كتير ولا مجهود، وان شاء الله هيطلع معاكي نتيجته 10 على 10. يلا بقى لايك وشير كتير للفيديو علشان كل الناس تشوفه، اعملوا كمان سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تانية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.